السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الخطباء يختمون خطبهم بقوله تعالى أقم الصلاة، إن بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول: فهل ذلك بدعة لمداومتهم على ذلك؟ هذا ماثور عليه العمل من قديم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى قوله والله يعلم ما تصنعون، هذا ماثور، قيل إنه من عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو كلام الله جل وعلا، فليس ببدعة، تذكير، فيه تذكير. نعم.